تعال تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا حاج عرفه، بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا، هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله، انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي ليه في الستات. خير يا ابراهيم؟ خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه، هو كان عايز يخش في فلوس البنا والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقه. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال، انا اقل مبلغ بشارك بيه 500,000. صل على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله، لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قصت لك الباقي. يعني ده اخر الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندك. طب معلش بقى معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الظهر مفيش نصيب. يلا سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف هيمه؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000، وهيبيعهم ب 3,000,000، وانا لو خشيت ب 100,000 ان شاء الله هطلع ب 200,000 في كذا يوم. خلاص ده خيرها في غيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك الخمس بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق، انا عارفه. لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه، هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو الو، ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب طيب بالراحه، انا جولي. جولي خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بمرتي ان شاء الله، كنت من بيت اهلك؟ اه اكتر من اهلي. ايوه صح، بمرت مسكتيني ورحت قعدت عند عدوتي، هن عليك العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكوا بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء، انت مقابله مستعجله. بقول لك ايه، اخلصي قولي عاوزه ايه. طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ انت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيره علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي، انا عايزه اطمن عليكي، قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده. لا يا اختي اطمني، البيت بيقع وقفلت المحل وقعد مرزوع زي قرد قطع بالظبط، ليكي شوف حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق انهد مع النسوان على الجنيه ولا اتنين، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن. طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس؟ سندس ربنا يتولاها بقى، قطع الاكل والشرب، قاهره نفسها من العياط، وما بتنامش الا على فرشتك. يا ربي، طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعت لك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بت، سندس مين اجيبها عند نواه؟ انا عدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدي عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباريه الساعه 7 وبترجع بالليل متاخر، انت هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبه. بقول لك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيه جابها لك عمك شكري، ارحمي نفسك تامير. وبعدين تعالي هنا، انت اللي اخترتي تقعدي عند الواطيه دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انت وحشاني واشوف سندس والجو ده، انا اهم سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكيه موكلتي كل الاصول الموضوعه تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقه انا عايز اثبت بيهم ان البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الاصول بطريقه طبيعيه جدا وروتينيه، مفيش اي تدليس، مفيش أي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمة القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنة من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها. وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعاً سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك. ويكون التعامل بناءً على الرقم ده مش بناءً على 50,000,000 دولار. بالراحة. بالراحة. والله بالراحة هو. طيب ثواني ثواني، احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس.
خلاصي يلا. ايه اهو خلصنا بس يلا. انا ما سالتش نفسك انا جواد انا ليه متمسك بيك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا، ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجه بس من غير مسؤوليه، وتعرفي تبقي مديره اعمال شاطره قوي، تعملي اي حاجه في اي حاجه من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحده زيك. بس على فكره في ميزه مهمه جدا انت نسيت تقولها. ايه؟ ان انا بحبك جدا، وبعدين انا بحبك اكتر من عادي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقه، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيش الا مع حد زيي. اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شويه. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد، وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك، وهعيش خدامه تحت رجليك. ما انت عايش، وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيله. الله، ولا هو همه وخلاص. نعم. بقول لك الله يخليك، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه يعني؟ ست نوال تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي؟ هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان، من قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفيست بتاعك ده هو ودبت دبتين وهزيت هزتين والنبي اعمل لك زلزال خمسه ريختر محترم، بس نسيت اجيب بدله الرقص معايا. مساء الفل يا اداره. هلا غطاون، ازاي؟ الا الست الناني او الراكسه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش. اشمعنى انا يا غطاون؟ انت ناسي يا مديري ان هي مكايبي، ولو في اي قلق او حزازيات هتبقى في وش. لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حزازيات. روح انت بس شوف شغلك وخليناك على الزبان كويس. جرى ايه يا واد يا طاعون؟ تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ تصدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكره عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكا؟ انت عارفه كويس ان تعتع قلبه كبير. يا روح كده كقطعنا، ده انت ساوي يا ولا. روح روح اكرم. يسلم لي حلاوه لسانك، عن اذنك يا دكتور. اتفضل يا طاهر، روح شوف شغلك. وانت يا اخويا انت راح في ايه؟ انت كل يوم والتاني ملقح جبتك عليها، ما هي بترقص وبتهز وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا وهنا وهنا. ايه من شهر طالع واكل نازل واكل من مجاميعه كده يا باي عليك. يا ستي لا هناكل ولا هنشرب ولا من مجاميعه، خلاص بطلنا اللي عطلنا يا ام سوكا. بقول لك ايه، الله يخليك، عايزك انت وسوكا تكلموها لي، قولوا لها بقى تنزل الشغل الله يخليك من بكره عشان خاطري، خليها تنزل الشغل عشان نخلص. خلاص خلاص، ما احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نلم ورا النسوان. شكرا، ربنا يخليكوا يا رجاله. ماشي يا حاج، اعرفها بكلمها. ماشي يا كبده، خد يا سوكا. عاوز ايه يا ابن عمي؟ بقول لك ايه، انت محتاج عربيه الكبده تاني؟ عربيه كبده ايه يا ابن عمي؟ ده مش كاري. بقول لك ايه، انت عارف انا كنت بكسب كام في الكبده؟ 10 جنيه كل يوم، اللهم صل على النبي. دلوقتي بكسب كل يوم كام؟ 500 جنيه من الاخر يا ابن عمي. انا امي دعيالي وربنا راضي عني، ومن الاخر كده يا ابن عمي، انت عارف انا من صغري وانا موهبه. قشطه يا فنان. وانا ده سوكا قايل لك بالاول انها هتلعب، انا اصل كنت مزنوق في قرشين كده فقلت ابيع العربيه عشان افك زنقتي. تمرني يا صاحبي من جنيه ل1000. لا يعني امر لله يا سوكا، خلي 1000 ايه، ده انا محتاج فلوس كتير قوي، اصل
انا مسافر سفريه كده، بس اوعى تجيب سيره لحد. ها اوعى يا السفريه دي بقى محتاجه حوارات واساتك وكلام من ده. بقول لك ايه، يعني هتسافر وتسيب بطن البقره؟ جد انا مسافر سفريه هترجعني اشتري بطن البقره باللي فيها؟ بقول لك يا صاحبي ايه، خد دول بس خليهم معاك.